والحديث أكثر تنضم إلينا سالي عاطف الصحفية المتخصصة بالشأن الأفريقي رئيس مؤسسة الحلم الأفريقي تنضم إلينا من جنوب السودان. أهلا بك معنا. أبدأ معك من الذي تحمله لربما وساطة رئيس الاتحاد الأفريقي، ما الذي يحمله في جعبته؟ هو كان في تحرك قوي جدا أمس. كان رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيزيكيدي رئيس دولة الكونغو الديمقراطية في جولة سريعة لكل من السودان ومصر، حمل في أجندته الكثير من الذي يدعو للتفاؤل. يعني خلينا نقول إن كان جاي بوساطة لبداية التفاوض تاني على قضية سد النهضة وملف سد النهضة، لأن آخر تفاوض لم يكلل بالنجاح وكان في كينشاسا. يعني هل من مؤشرات عن تطور جديد نحو التفاهم والوصول إلى حل؟ أعتقد في رأيي هناك تفاؤل بعض الشيء، خاصة إن ده تزامن مع وجود المبعوث الأمريكي في القرن الأفريقي، برضو كان قام بزيارة لكل من السودان ومصر، وهيكون بزيارة لإثيوبيا وإريتريا، يحمل اتفاق سريع وهو عن الملء الثاني فقط. لأن طبعا احنا عارفين إن إثيوبيا مصرة على الملء الثاني وخلاص فاضل 60 يوم أو أقل، فما فيش وقت لإعادة كل من الدول الثلاث لطاولة المفاوضات مجددا إلا بوجود تفاوض سريع على شكل الملء الثاني فقط. نعم. طب إلى أي مدى قد يؤثر تماسك الموقف المصري السوداني للحصول على حقوقهم مثل ما تحدثت القاهرة والخرطوم، وإلى أي وقت سيستمر تباحثيا؟ والله زي ما قلت قبل شوية، فعلا هو ما فيش وقت كافي، فالمقترح سواء كان للمبعوث الأمريكي أو رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي يدعو للتفاؤل بعض الشيء، خاصة في وجود ملء ثاني أو اتفاق ملء ثاني لعودة المباحثات مع الفنيين أو المختصين في هذا الملف، خاصة مع محاولة وجود إلزام للجانب الإثيوبي على وجود بعض المعلومات حول الملء الثاني، بعض الإلزامات للجانب الإثيوبي حول الملء الثاني. طب إثيوبيا كما ذكرتي أعلنت أنها ستواصل تعبئة السد خلال العام الحالي وأقل من 60 يوم على الفترة الثانية لتعبئة السد، ما هو حجم الضغط الدولي الذي من الممكن أن يجعل إثيوبيا تتراجع عن ذلك؟ المشكلة إن دولة إثيوبيا متعنتة لحد كبير ورافضة أي تفاوض دولي أو وسطاء دوليين، هي لجأة للاتحاد الأفريقي فقط ورافضة تدويل القضية. وأعتقد عندنا فرصة كويسة إن يكون الجانب الأثيوبي راضي بعض الشيء أو هيلتزم فعلا بعض الشيء، خاصة بوجود اتفاقية ملزمة أو اتفاقية جديدة قصيرة المدى من جانب الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، وده كمان هيدي إلى حد ما تفاهم للدول الثلاثة وطمأنينة، خاصة بعد المخاوف الكثيرة من أضرار السد. أشكر وجودك معنا الصحفية المتخصصة بالشأن الأفريقي ورئيس مؤسسة الحلم الأفريقي، كنت معنا من جنوب السودان السيدة سالي عاطف، شكرا لك.